تبع الجراند القاعدة ونركب الرينج أو بسموه قارئة الجراند. طبعا له أول لازم نجيب الجراند الأول بعدين نركب القطع هاي. أول شي خلينا نجيب البريسة، نجيب الأول الجراند ونركب، نجيب الأول بعدين نركب القطعة اللي تركب خلفية. تمام شباب خليكم معنا. طبعا أول شي بنجيب الأول الجراند، هي الإشارة، وعندنا هي البريسة لتركب. الإشارة تبع الجراند راح يجي معنا هذا، شايفين هذا الشخص تبعه. أورجيكم الإشارة هون، واضح؟ حطها هون وندور شوي شوي لتجي معنا النقطة. تمام لهيك، هلا هيك الأول. تمام هلا بنركب القطعة الخلفية. طبعا هلا بال ما جبنا الاول جراند هلا بنركب قطعه بعدين بنجيب القارئ، قارئة الجراند كمان بنجيب الاول. هلا بعد ما نزلناه بنركب القارئ، بنجيب الاول تبعه. تمام شباب هلا خلينا نشدهم بعدين نركب قارئة الحساس الجراند. طبعا هلا نحن ركبنا اللبادة، جبنا الأول، هلا لازم نركب الرينج اللي بيكون على الإشارة. طبعا هاي القطعة كتير حساسة، كنت انتبهوا منيح طريقة التركيب، لازم نجي الأول. تمام حطها هيك، جيب البريسة. هلا بندقها شوي 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 صغيرة، بندقها شوي شوي صغيرة لينزل محلها. تمام شباب تمام هلا هيك خالص، خلينا نكفي الموتور تجميع، هلا هيك خالص تمام 100%. لكن مشان تنتبهوا هي النقطة تجي هيك مقابلة هذا الأول. تمام يا شباب يلا.